وللحديث أكثر عن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ اليوم بين بغداد وواشنطن ومناقشة البيان الصادر عنه، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل السيد أمير المفرجي. سيد أمير، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بكم. الاطلاع على البيان المشترك الذي صدر بعد الحوار الاستراتيجي الذي أجراه الكاظمي مع الإدارة الأمريكية يفيد كما يقول بعض المراقبين بأن هناك من يرى ترسيخ إطاري لإعادة النظر في بنود اتفاقية عام 2008، كيف ترونه؟ في طبيعي أن ما يحدث الآن هو يعني ليس بشيء جديد، ولكن هو إعادة تفاوض لمعاهدة الشراكة التي أبرمت في 2008. إذا لا شيء جديد، الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تنفيذ أجندتها في العراق، الأجندة التي يعني بنيت على أساس وجودها الدائم في المنطقة وطرد إيران من الساحة العراقية. إذا لا شيء جديد، هو إعادة تموضع للقوات الأمريكية، والحكومة العراقية لا تستطيع أن تفصح بالحقيقة لأنها لا تريد يعني أن تكون في مشكلة مع الميليشيات التي تسيطر عليها إيران. هذه هي الحقيقة، ليس أكثر يعني. نعم. طيب، تزامنا مع الحوار بين بغداد وواشنطن، نشرت صحيفة فورين بوليسي نقلا عن تقرير أمريكي مفاده أن الحكومة في العراق لا تفي بالتزامات حقوق الإنسان. هل تعتقد أن ورقة حقوق الإنسان من الممكن أن تمثل ضغطا على بغداد؟ بالطبع، يعني هناك مشكلة حقوق الإنسان الخطيرة في العراق. ما يحدث في العراق هو شيء خطير لا يتسامح معه يعني المجتمع الدولي، ولكن ليس هذا فقط. يعني قد نقول يعني نستطيع ان نقول بان هذه يعني النقطه تدخل ضمن السياسه الامريكيه للضغط على الحكومه العراقيه، لاننا نعتقد يعني بان ما يحدث في العراق هو يعني استعمال الامريكان لسياسه العصا والجزره لتركيع النظام العراقي الذي لا يزال متشبث بايران. ما يحدث في العراق من يعني مشاكل داخليه تدخل ضمن نطاق حقوق الإنسان، المشكلة الاقتصادية العارمة بعد انخفاض سعر النفط، مشاكل عديدة، مشكلة كورونا في العراق، هي أوراق ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا في نظري هي ليست سوى سياسة العصا والجزرة. تريد هذا نعطيك هذا، إذا لم تريد سوف لن نعطيك. وإذا أمريكا سوف تكون بالمرصاد مع النظام العراقي الذي لا زال يعني متشبث بواسطة الميليشيات، والسيد الكاظمي لا يستطيع أن يعمل شيئا بوجود هذه الميليشيات لأن إيران هي التي تقف وراءها. نعم. طيب أستاذ أمير، على الرغم من أن واشنطن ترغب في الحفاظ على وجود قوات لها في العراق، إلا أن الإدارة الأمريكية وعدت بتخفيض تلك القوات أو أعداد الجنود. هل تعتقد أن مطلب الكاظمي أنه كان مطلبا للكاظمي تحت ضغط الميليشيات، أم أنه قرار أمريكي سابق عن هذا الوقت؟ أنا يعني عندما نحلل ونقرأ ما بين السطور لفحوى هذه المحادثات والتقرير الذي صدر اليوم، وهي محادثات يعني قد بدأت ولن تنتهي إلا بعد مدة طويلة، أنا في اعتقادي الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل ذكائها السياسي وخبرتها الدولية في إطالة الوقت للاستطاعة من القضاء على النفوذ الإيراني في العراق. ما لاحظناه من هذه يعني المقابلة بين الجانب الأمريكي والعراقي، هناك تفاوت كبير بين من يفاوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن يفاوض من قبل يعني العراقيين. هناك فرق كبير في الخبرة وكذلك في النوايا السياسية. يجب أن نعرف بأن من خصص للتفاوض مع الأمريكان هم أكثرهم من أتباع إيران في العراق، هم أكثرهم من يتبع سياسة النفوذ الإيراني. هؤلاء تم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهؤلاء لهم علاقة بأمريكا لأن فيهم سفراء كانوا في أمريكا كالسفير السابق في فرنسا الذي هو الآن موجود في أمريكا، والفيلي الذي كان سفيرا سابقا أيضا. إذن هناك نوع من الوجود الإيراني داخل هذه النخبة العراقية بين قوسين، مقابل الوجود الأمريكي الذي هو أصلا موجود في السيد مصطفى الكاظمي. إذا هناك نوع من المحادثات المبطنة بين أمريكا وإيران على الأرض العراقية،
ومن خلال هذه المفاوضات. هناك دكتور من يرى أن مخرجات الحوار ستكون تداعياتها خطيرة على العراق، هل تقرأ هذا في نتائج الحوار المرتقبة؟ أنا في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني تقدم على شيء هي تعرف ما تعمل. يعني إيران في وضع جدا ضعيف في العراق، إيران خسرت معركتها الطائفية في المنطقة في سوريا وفي العراق، إذا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني تداوم وهي التي تعطي الأوامر، وإيران تريد أن تنفذ. لا تستطيع أن إيران أن يعني أن تفرض رأيها على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا في نظري واعتقادي الشخصي الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في هذا الوقت قبل عدة أشهر من الانتخابات الأمريكية لا تريد أن تدخل أصلا في حرب مع إيران حتى في العراق، ولكن تريد المزيد من الوقت، ولا ندري ماذا سيحدث بعد 3 أو 4 أشهر من يعني الأحداث والتداعيات في العراق. أمريكا تريد بعض الوقت للوصول إلى نتيجة لطرد إيران، ولكنها لا تريد الحرب مع الميليشيات، ولهذا تستعمل مصطفى المالكي لتهدئة الوضع وللضغط على الميليشيات في العراق. وهنا نتساءل في الحقيقة أن المالك أن الكاظمي تعهد بحماية القواعد الأمريكية داخل العراق ومنع قصف السفارة كما جرى في مرات سابقة، في ظل حالة التحريض المستمرة من إيران للميليشيات ضد المصالح الأمريكية كما نعرف جميعا، لكن هل تعتقد أن الكاظمي سيكون هذا سبب في صدامه مع الميليشيات فيما لو لم يستطع أن يحمي هذه القواعد؟ أنا في نظري أن الكاظمي سوف ينفذ الأجندة التي جاء بها. الكاظمي لم يأتي احتفاظا في هذا الوقت بالذات. الميليشيات التي نشاهدها الآن وما لاحظنا من مشاكل قبل أيام عندما ضربت السفارة الأمريكية، أنا في نظري أن إيران تريد أن يعني أن تفرض بعض من مطالبها بواسطة هذه الميليشيات. لا، عندما لاحظنا أن ما يحدث في العراق هو يعني بقاء للقوات الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج إيران من العراق، إيران قابلة، ولكن إيران تريد أن تحافظ على نظامها في طهران وليس في العراق، إذا من خلال هذه الميليشيات تستعمل نفوذها ليس أكثر. ولهذا فإن إيران تريد بواسطة العراق وكما كانت منذ 2003 يعني استعمال العراقيين من بواسطة الطائفة لتنفيذ أجندتها وللحفاظ على نظامها الدموي في العراق. عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.